الإدارة الأمريكية لكسر حالة الجمود في العملية السياسية وإنعاشها بإطلاق مفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وضعت نفسها أمام امتحان جدي علامة النجاح فيه يكمن بما تحمله من إجابات حول تساؤلات الفلسطينيين المتعلقة بتوضيح موقفها من إنهاء الاحتلال ولجم الهجمة الاستيطانية باعتبارهما المحددين الأساسيين لتحريك أي مسار سياسي. الإدارة الأمريكية الآن تسعى لتطويق الموقف الفلسطيني بموقف إقليمي يريد أن يستبدل الصراع الرئيسي الذي نواجهه وهو صراع مع الاحتلال بصراعات يعني ذات طبيعة إقليمية كالصراع في إيران أو الخليج والآخري، وأن تترك للفلسطينيين النقطة الأخيرة حتى تشكل عنصر ضغط عليهم. ومع اقتراب جولة الوفد الأمريكي التي ستنطلق من السعودية مرورا بالإمارات العربية ومصر وصولا إلى قطر والأردن وانتهاءا بالأراضي الفلسطينية، فإن ثمة تساؤلات تسود أوساط المحللين والمراقبين حول أهداف هذه الجولة، وما إذا ستكون مجرد مناورة لجس نبض تلك الدول من مسار أقلمة الصراع الذي تتطلع واشنطن إلى تكريسه كخيار لإنهاء الصراع في وقت تتمسك فيه القيادة الفلسطينية بمبادرة السلام العربية كرؤية ناجحة للحل. هذه مضي على الوقت حتى هذه اللحظة، نتطلع أن تصل الإدارة الأمريكية إلى قناعة مثمرة ومنتجة، قناعة تقول بأن الاستقرار في هذه المنطقة لا يمكن أن يمر دون حل عادل للقضية الفلسطينية. المحاولات الأمريكية التي تبدو أنها ترددت أمام الضغوطات الإسرائيلية الملاقية ضالتها في تمرير توجهات الإدارة الأمريكية الجانحة نحو الحل الإقليمي للالتفاف على مبادرة السلام العربية عبر إجبار الدول على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل قبل إنهاء الاحتلال من أجل التهرب من استحقاقاتها، مما يؤكد أن ذلك يقتل الجهود الأمريكية في مهدها وستلقى مصير سالفاتها. العديد من الجولات المكوكية نفذها المبعوثون الأمريكيون في المنطقة منذ تولي ترامب مقاليد الحكم تطرح تساؤلا، كم ستحتاج الإدارة الأمريكية من الوقت كي تبلور رؤية حقيقية لحل القضية الفلسطينية تستند إلى قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال باعتباره أصل الداء. خالد مطاوع، تلفزيون فلسطين.